النهارده الزمالك بيخسر من الشباب السعودي 1-0 في مباراة يعني الزمالك تعرض فيها لظلم تحكيمي كبير جدا. صحيح ممكن يكون ظلم غير مقصود، ما اعتقدش ابدا ان الكابتن عبد الواحد حرويدة طبعا الحكم الليبي يعني ما كانش ليه قراره الاول والاخير في ضربة الجزاء على عبد الغني في الدقيقة 41، لان الراجل ما حسبهاش في الاساس ولا اللاينزمان حسبها، ولكن حكام التقنية الفيديو او حكام الفي اي ار هم اللي ندولوا على اللعبة. واي حكم لعب كورة او اي حد ما انت بتاع الفار ندالك، لكن اي حد لعب كورة حتى على مستوى دوري المدارس بلاش لعب كورة يعني بيفهم كورة مع احترام الكبير يعني لا يمكن ابدا يدي الكورة دي ضرب الجزاء. ضرب الجزاء وهمية، الراجل عبد الغني رايح الاول بيقابل ايديه ورا ظهره وبعد كده الكرة جت فيه وجت في لاعب الشباب السعودي ورد التاني في عبد الغني وهو بيلف، لا يمكن ما فيهاش اي ريحه ضربه الجزاء، ما فيهاش اي ريحه ضربه جزاء في توقيت الزمالك كان افضل فيه في كل شيء. في يعني كوره لا يمكن ابدا ان هي تتحسب يعني كرة فيها ظلم كبير جدا لنادي الزمالك، والحكم بصراحة حكم يعني مش عايز ان انا اكون يعني متحامل عليه، لكن حكم تاريخه راجل لو جبنا الماتشات كلها اللي على طول بيبقى حكم رابع، الماتشات اللي حكمها كحكم ساحة حتى على مستوى الكونفدرالية ومستوى بطولة افريقيا وابطال الدوري ماتشات قليلة جدا، وماتشات كلها في الادوار التمهيدية. فانت النهاردة عندك فرقتين كبار، الزمالك والشباب فرقتين كبار، وبطولة الاتحاد العربي عايز ينجحها اكيد. دي الماتشات يعني اللي لعبها كابتن عبد الواحد هرويدة كحكم رابع، الزمالك وشباب بلوزداد كحكم رابع، الجيش الملكي وبيراميدز كلها كل الماتشات دي حكم رابع. السنة اللي فاتت ما بيحكمش ساحة الا قليل جدا، وواضح يعني من دي الحكام الماتشات اللي ادارها شايفين الدور التمهيدي الثاني للكونفدراليه، المريخ السوداني وزاناكو الزامبي، غينيا بيساو وسيراليون، ماتشات قليله جدا. انت النهارده يا جماعه لما تكون ماتش كبير زي ده ومتابعه كبيره من جمهور في مصر والجمهور في السعوديه وفرقتين كبار زي ما قلت لكم، كان لازم يبقى الحكم على قد مستوى الحدث. الحكم الليبي النهارده ما كانش على مستوى الحدث وكاد ان يفسد المباراه، طلع 12 انذار من اول كره في المباراه، واضح جدا ان شخصيته وخبراته اقل بكتير من مستوى اللاعبين داخل الملعب وتاريخ الفريقين. ممكن نقعد انا وانتو هنا نتكلم ونتفق او نختلف على مين كان كويس ومين كان وحش، لكن اهم عنصر في المباراة كاد ان يفسدها الحكم النهاردة. يعني اول حاجه قبل ضربه الجزاء هو مربط لعيبه الزمالك تماما، فاولات حوالين ال 18 ملهاش اي اساس من الصحه، طلع لعيبه الزمالك بره شعورها، خلى لعيبه الزمالك خرجت بره شعورها بقراراته العكسيه اللي طوال الشوط الاول. الشوط الثاني ظبط شويه بعد ما كان خلاص يعني ايه عمل الغلط بتاعه، والغلط حصل من طاقم التحكيم بالكامل الحقيقة، ما اقدرش ان انا اتكلم عن الكابتن عبد الواحد حرويدة لوحده، لان انا شايف ان الفار
لازم يناديله، ده طبيعي في ضربه الجزاء لان الكره فيها تلامس باليد. لكن اي حكم عنده السنس بتاع الكوره، عنده السنس بتاع الكوره، لا يمكن يحسبها ابدا، لا يمكن الكره لا يمكن تتحسب.